الشيخ أحمد الأسير يؤكد من عكار أن الرايات الصفر لن ترفع بعد اليوم في صيدا. لم ترفع ولن ترفع بإذن الله راية صفراء في بوابة الجنوب صيدا. أتدرون لماذا؟ لأن هذه الراية أصرت وعاندت واستكبرت حتى الساعة حتى اللحظة، كيف توغل يدها النجسة بدمائنا في سوريا، في باب عمرو، في حما، في دمشق، في إدلب، في جبل الزاوية، يغتصبون نسانا ويقتلون الحرائر والأطفال. حتى اللحظة الأخيرة بطل علينا حسن وشو بقول؟ قال هو خيفان هلأ على القاعدة في سوريا. الآن عندما أدرك أن قبر صاحبه وحبيبه بشار قد حفر وتجهز له الأبطال ليضعوه فيه رغم أنفه ورغم أنف خامنئه، الآن يقول أنا أخاف على القاعدة.